تمثيل أيضا أشرفت السلطات المحلية على حفل توزيع مفاتيح 1200 سكن من مختلف الصيغ على مستحقيها عبر 25 بلدية. الحفل تم تنظيمه بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وعرف أجواء فرحة لدى المستفيدين الذين أبدوا امتنانهم بعد انتظار طويل للسكن. التغطية لسفيان قواتري. أنني استفدت من سكن ريفي، وإن شاء الله العرب إن شاء الله نخرجوا لهذا السكن، نخرجوا لهذا السكن ونبنوا ونعملوا إن شاء الله بكثر خير. أولا المولى سبحانه عز وجل، ثم الدولة الجزائرية. احنا فرحين بالسكنات إن شاء الله، وربي إن شاء الله صبرنا وجبرنا، وإن شاء الله شو نقول أخويا باقي العقاب إن شاء الله يفرحهم كما فرحت أنا. توزيع 1200 وحدة سكنية، منها 180 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، و 1020 إعانة مالية موجهة لبناء سكنات ريفية. طبعا هذه العملية مست 26 بلدية عبر تراب الولاية، وهذه العملية الثالثة الوطنية الكبرى.